هنا أقول الأساطير تبدأ بالشغل، يعني الأساطير المؤسسة لدكتاتورية المراجع أو للدكتاتورية الدينية. اسمها دي بين قوسين حطوها، هذا مو دين يعني، ماكو بالإسلام ولا بالقرآن أن واحد يصير يقولك أنا فقيه وأنا صار دكتاتور وعنده صلاحيات مطلقة، هذا كلام يعني، هذا أساطير أساطير متراكمة عبر الزمن وصايرة كأنها مسلمات وكأنها دين الله. هذه هذا مو دين الله، ما موجود بالإسلام هذا الشيء. على الحال يبحث السيد شوية في ولاية الفقيه، بعدين يجي يقول وكيف كان فقد تكلم شيخنا الأنصاري قدس سره في المقام في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام، ثم عقبه بالتكلم في ولاية الفقيه. يعني شوف الكلام مرتبط، ولاية الفقيه جاية من ولاية الأئمة، عفوا، والكلام في ولاية النبي والأئمة يقع في موارد أربعة. أحدها ثبوت الولاية التكوينية لهم وكون الخلق باختيارهم تكوينا، هم يخلقون يرزقون يحيون يميتون، الكون كله مو بس الناس مو بس الحيوانات والحشرات والأشجار والهذا، لا الكون كله بيديهم، هم يديروا يحركوا. زي هاي النظرية هي اللي تؤدي إلى نظريات عديدة، هاي نظرية خطيرة، هاي نظرية مال غلاة المفوضة، هاي نظرية ما لها علاقة بالإسلام، ما موجودة بالقرآن ولا موجودة عند أهل البيت ولا النبي متحدث عنها. بس يجيك واحد يقول لك أنا فقيه من فقهاء أهل البيت، شلون دسيت نفسك في أهل البيت وتؤمن بهالنظريات هذه؟ أنه ثبوت الولاية التكوينية لهم، يعني صاروا سكرتارية مال الله سبحانه وتعالى، استغفر الله العظيم، مساعدين الله، يعني شنو هم اللي يخلقون يديرون الكون؟ منين جبت الكلام هذا؟ وين مرجع كبير أستاذ الفقهاء سيد الخوئي يجي يتكلم بهالكلام هذا؟ وهذا كلام موجود في موقعه الآن، اللي تلامذته وأبنائه وكذا هم حاطيه مع حد الخوئي، راجعوا كلام موجود فيه. وثانيها طبق الأئمة طبعا ويا النبي، هذا ما له ربط، افترض النبي عنده سنجعل حتى النبي ما عنده ولاية تكوينية، بس هو ده يقول الشكل ثبوت. وثانيها في ثبوت الولاية التشريعية في حقهم، هم يشرعون عندهم ولاية من الله، يشرعون أحكام جديدة. من وين جبت الكلام؟ من هم الأئمة اللي لهم حق التشريع؟ شلون تثبت دولة واحد واحد إمامتهم؟ هذا يحتاج لبحث، وما موجود أي أدلة حول الموضوع، بس لأنه مراجعنا الكرام الكبار يقلدون في عقائدهم، ويقلدون من؟ مو يقلدون أهل البيت، يقلدون الغلاة المفوضة الملعونين على لسان أهل البيت. هذول الغلاة المفوضة الخطابية والمفضلية والمفوضة كانوا يعني غلاة، مجموعة كبيرة من الغلاة، سلسلة من الغلاة كانوا مع الأئمة، والأئمة دائما في صراع معهم وفي عراك معهم وفي سب ولعن وطرد لهم، ولكن ذولا استطاعوا أن يدسوا تراثهم وفكرهم في تراث أهل البيت في هالكتب اللي عندنا، ويجون علماءنا مثل السيد الخوئي، هذا من أكبر المجتهدين في العصر الحديث، يعني مجتهد في علم الأصول، مجتهد في الحديث، مجتهد في الفقه. طيب الفقه والأصول وهذا تعتمد على ماذا؟ تعتمد على العقيدة. إذا أنت عقيدتك خربانة من الأساس، ما مجتهد فيها، مقلد فيها، ومقلد الناس المنحرفين الضالين المضلين الملعونين على لسان أهل البيت، شلون بعدين تجي تفتينا في المسائل الفرعية في ولاية الفقيه وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها؟ شوف شلون صار عندنا أساطير مؤسسة للديكتاتورية الدينية نوصل. يعني هالتنظير هذا، هالأساطير اللي يقولون بها تؤدي إلى أن هم يصبحون ديكتاتوريين مستبدين، عندهم صلاحيات مطلقة، فرضيات على فرضيات على فرضيات على أساطير، يعني أساطير على أساطير تنتج لنا ديكتاتورية
دينية، يعني نسميها دينية بين قوسين، ولا هي مو دينية ولا علاقة لها بالإسلام. وثالثها في الولاية بمعنى وجوب طاعتهم فيما يرجع إلى تبليغ الأحكام، أحكام الشريعة المقدسة. ورابعها في ثبوت الولاية لهم في غير ما يرجع إلى الدين، وأن طاعتهم في مثل الأمر بإتيان الماء. يقول لك الإمام مثلا روح جيب لي ماء، افرش لي فراش حتى أنام مثلا، يجوز يجب عليك أن تسمع كلام الإمام أو لا؟ طبعا هذا كلام مو موجود الآن، هذا كلام بالتاريخ ده يصور هو أنه الأئمة كان عندهم هكذا، كان يجب عليهم. وبحث طويل عريض، بحث تاريخي يعني بحث نظري حول التاريخ قبل 1000 سنة اللي ما إلى مصداق ما إلى وجود، بس ده بحث نظري يعني. ما ينتج شيء يعني، هذا البحث عمليا ما راح ينتج شيء، بس هو راح يسوي تصور أن الأئمة كل كلامهم مثلا هذا وحي يصير منزل من الله، وبالتالي أي حديث يشوفه عنهم راح يأخذ به ويعمل به. أما الولاية التكوينية، هسه يقول هذا 4 مواضيع كان فيها بحث بين العلماء حول الأئمة. الشيخ الأنصاري باحث الموضوع، ويجي السيد الخوي يبدي رأيه، يقول أما الولاية التكوينية للأئمة، ولاية تكوينية فلا إشكال في ثبوتها، لا إشكال أصلا، ما في بحث في الموضوع. من وين جبت لا إشكال؟ شنو دليلك على الموضوع؟ وين ما يجيب أي دليل، بس يسويها يعني يسلكها سلك ويقفز عليها ويقول لك هذه مفروغ منها مسلمات. فلا إشكال في ثبوتها، وأن المخلوقات كل المخلوقات ما الدنيا ما العالم كله بأجمعها، وأن المخلوقات بأجمعها راجعة إليهم، وإنما خلقت لهم. الله خلق العالم كله من أجل إمام الجواد مثلا، إمام الهادي، إمام العسكري. شنو نسوي يعني؟ شلون؟ ليش؟ شنو القصة؟ وين ليش القرآن اللي إحنا ماخذين عقائدنا من القرآن الأساسي، وين بالقرآن يقول الكلام هذا؟ ولهم القدرة على التصرف فيها، فهم وسائط التكوين. يعني الله سبحانه وتعالى عندما راد يخلق الكون خلق ذولا، وذولا هم خلقوا الكون، هم وسائط التكوين. ولعل ذلك بمكان من الوضوح، ولا يحتاج إلى إطالة الكلام، بعد ما يحتاج يجيبكم أدلة وبراهين، هاي أشياء بديهية واضحة. طيب شوف شلون هذه، يعني إذا مرجع أساس الفكر ماله، أساس الدين ماله، أساس العقيدة مالته بهالصورة. وهذا طبعا ما بحث السيد الخوئي هالموضوع أبدا في أي كتاب من كتبه، عنده كتب ما شاء الله، بس هالموضوع هالعقيدة يعني اللي دي يبني عليها ما بحثها، ولا باحث موضوع وجود الإمام مثلا 10، هذا موجود لما موجود حتى بعدين يقول أنا مثلا نائب العام ماله، قافز يعني. هذه أساطير تصير وفراغات، يصير واحد يبني بناية مثلا شاهقة على فراغ ما عنده أسس ثابتة، أسس وهمية مثلا، البناية تنهار كلها. وهكذا بانين الخلاصة مال كل هالفكر، عندنا شيء اسمه ديكتاتورية رجال الدين، الديكتاتورية المرجعية اللي لا يعترف بدستور ولا بانتخابات ولا بشعب، وما يحتاج ياخذ شرعيته من احد، وهو لانه قال انا فقيه فصار هو الناطق بسم الله تعالى في الارض، وعلى الناس كلهم يسمعون كلامه ويقلدوه وكذا. زين انت هنا صرت مقلد، انت مو مجتهد الان، انت مقلد في عقيدتك، في اسسك، في اصولك. تروح تجتهد لي في الفقه، تجتهد لي في الحديث، تجتهد لي في الرجال، بعد ما له قيمه هذا. وأما الولاية بالإضافة إلى أمر الدين وتبليغ أحكام الشريعة فهي أيضا لا أشكال في ثبوتها للأئمة. طيب شلون طبقت الأئمة مثلا بالنبي؟ هذا يحتاج لبحث، ما يصير شكل تطبق طبق وتروح، لازم تبين وتجيب أدلة وتجيب نظرية الإمامة تدرسها. سيد أخوي ما درس نظرية الإمامة ولا مدرسها حتى ولا كاتب بيها ولا باحث فيها،
فهنا المشكلة، أنه بعدين راح تسوي يعني نظريات أسطورية وتبني عليها بعدين. وهي هاي الولاية في أمر الدين وتبليغ أحكام الشريعة، وهي مما لا يحتاج إلى إقامة البرهان ومن القضايا التي قياساتها معها، لأن وجوب الإطاعة لهم عليهم السلام فيما يرجع إلى أمر الدين من لوازم النبوة والإمامة. النبوة افتهمنا نطيع النبي في تبليغ الأحكام، بس الإمامة شلون ربطتها بالنبوة؟ وبعدين أنت ربطت نفسك بالإمامة، ولولا لما كان معنى لنبوة النبي صحيح أو إمامة الولي. هاي الإمامة هي بحد ذاتها بحاجة لها كلام، كلام أولي. وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في ثبوت الولاية بالإضافة إلى أمر الدين، هذا أيضا خلنا نعبره. وأما الولاية في غير ما يرجع إلى الدين كأوامرهم الشخصية فقد وقع الكلام في ثبوتها وعدمه. والمتسالم عليه بينهم هو أن إطاعتهم لازمة في أوامرهم الشخصية حتى، ويجيب أدلة عليه، أدلة ما لها علاقة بالموضوع. مثلا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوهم، أطيعوهم في شنو؟ ومنو قال ذول الأئمة هم أولي الأمر؟ كيف رتبت الموضوع؟ وكيف كان فلا إشكال في ثبوت الولاية في أوامرهم الشخصية بالآيات والروايات. آيات شلون جاء؟ ما عندنا آيات صريحة تدل على ذلك. وأما الولاية التشريعية وكون الأئمة نافذي التصرف في الأموال والأنفس شرعا، هم كان يقدرون يعني يطلق واحد يقتل واحد مثلا، كيف يتصرف بالأموال والأنفس، فهي أيضا ثابتة بلا ريب، بلا ريب صار كل شيء بلا ريب ولا إشكال ولا مسلمات، لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله، وحديث الغدير ألست أولى بكم من أنفسكم. طيب بقيت الأئمة شلون جبتهم؟ شلون ربطتهم؟ وهم يقولون ما عندنا دليل على إمامتنا بالنص، ماكو نص على إمامة الأئمة البقية، ولا وصية عليهم بشيء، ولا لديهم معجزة، وهم كانوا كل إمام عنده ما شاء الله عدد كبير من الأولاد، 10، 20، 30 واحد بعضهم. زين ياهم منهم يصير هو إمام؟ شلون اختاريته أنت مثلا؟ لأنه حدث بالتاريخ صار كذا وكذا، فأنت خلص أخذت عقيدتك من هذا التاريخ وتمشي.